هذول اللعيبة اللي راح أذكرهم بعد شوي لو استمروا على نفس مستوياتهم وأدائهم اللي كان يقدموه لأصبحوا شيء خرافي في كرة القدم، بس مع الأسف السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد، مقطع كروي شاطح. موضوعنا اليوم راح نتكلم عن أكثر 5 لاعبين بدأوا بمستويات خرافية وبعدين مع الوقت يعني طاحت مستوياتهم لأسباب وبعضهم اختفى من الملاعب. بعض جماهير الأندية في حسرة على هذول اللاعبين، كانوا يتمنون أنهم لو استمروا بأدائهم لخدموا النادي أكثر وربما خدموا حتى المنتخب السعودي. قبل لا نبدأ لا تنسون أبدا ودائما تضغطون زر لايك يا عيال بداية المقطع. وعندنا اللاعب رقم 5 اللي هو سعد الحارثي. سعد الحارثي بدأ مع نادي النصر يا اخوان، كان لاعب يلعب بالقدم اليسار وكان هداف، اللاعب ايضا من مواليد 1984. لو انه مستمر في اللعب لكان ممكن اعتزل قبل سنه او سنتين من الان. اللاعب كان مره متالق مع نادي النصر وكل شيء تمام، بعدين جاته اصابات وبعدين رجع للملاعب وقعد مع نادي النصر يحاول وكذا، مستواه نزل مره، بعدين انتقل لنادي الهلال قعد معه ما اتوقع سنه من الى 6 شهور. اتذكر له هدف مع نادي الهلال بما انه هلالي في دوري ابطال اسيا، سجله بالراس كذا كذا سداح يا ما ادري كيف جابها، وبعدها قرر انه يعتزل كره القدم. اللاعب هذا يا عيال كان ورقة رابحة خرافية في تصفيات كأس العالم 2006 للمنتخب السعودي، سجل ضد سريلانكا، سجل ضد الكويت، كان بديل ودخل وسجل، وايضا سجل ضد اوزباكستان. اللاعب كان مجنون وكنت اتوقع له مستقبل خرافي. لاعب كان عنده ميزة يا عيال انه هداف، لعب القدم اليسار وكان يضرب بالراس، ما اعتقد كانت عنده السرعة لكنه كانت عنده الحس التهديفي. اتذكر جماهير النصر في تلك الفترة اللي كان مبدع فيها سعد الحارث كان حاطين عليه امال مو طبيعية يا عيال، اقسم بالله كانوا معتبرينه ماجد عبد الله الألفية الجديدة يعني. صارت له ظروف وما استطاع انه يكمل على نفس الاداء، وبعدين قرر في 2012 انه يعتزل كرة القدم. اعتزل وعمره 29 سنة. إصابة كبيرة لكن هو الان يحضر بشكل جيد، المدرب يتعامل مع المباراة بشكل جيد، يحاول ان يسجل. سعد 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 يسجل هدفه الاول، يسجل هدفه الاول. اللاعب الرابع معنا يا جماعة الخير اللي هو خالد عزيز. خالد عزيز انا اسميه محور الارض، اسألني عن خالد عزيز اقول لك خالد عزيز ضد الاتحاد، خالد عزيز ضد محمد نور، كان يستنجب محمد نور هنا ما يخليه يمشي. كان محمد نور عاد تعرفون يا عيال محمد نور اسطورة الكرة السعودية، محمد نور لاعب يعني كان من طراز خرافي، لكن خالد عزيز كان يقعد له هنا. هذا اللاعب وصل الى مستويات خرافيه، اعتقد انه بدا مع نادي النصر ثم انتقل الى الهلال، دخل في مباراه بديل طلع الدوخي ودخل مكانه كظهير، وبعدين في الموسمين اللي بعد المباراه هذه اثبت نفسه واثبت جدارته، ايضا من اللعيبه اللي ساهموا في تاهل منتخبنا لكاس العالم 2006. انتهاء هذا اللاعب بسبب واحد وهو فقط، اعتقد انه جاته اصابات، بس الاصابات ما كانت قويه بالنسبه له، ما اعتقد انه جاه رباط او كذا. اللاعب كان غير منضبط، اتذكر انه كان يلعب 3-4 مباريات بعدها يغيب، يكون مستبعد عن التشكيلة بسبب غيابه عن التمارين. أتذكر مرة قرأت مقالة عن اللاعب أو خبر في جريدة أعتقد في فترة قديمة إن اللاعب في واحدة من المباريات قفل جواله قبل المباراة، قفل جواله، لا حضر معسكر وقفل جواله. طبعا اللاعب من مواليد 1981، يعني لو استمر في اللعب كلاعب محور ممكن كان كمل للفترة الحالية، أو كان ممكن أعتزل يعني قبل سنة، أو ممكن كان يعتزل السنة القادمة. لاعب يعني ما كان كبير مرة في العمر. مرمى الهلال والتغطية قادمة إلى خارج الملعب، فاز جدا من نور، ولكن عودة الأخيرة أضاعت الكرة علينا إلى إبراهيم سويد، يتقدم إبراهيم سويد والتغطية قادمة من خالد عزيز. محمد نور لمية جانبية للفريق الهلالي، برونو ميتسو على أعصابه وكليبر الهلالي مثله، مباراة مهمة. برونو ميتسو يعني اللاعب الثالث اللي معنا يا جماعة الخير اللي هو مرزوق العتيبي عابر القارات، لاعب الوحيد السعودي اللي سجل في مرمى البرازيل، لقب بهذا اللقب لأنه بدع في كأس القارات. للمعلومية ترى فكرة كأس القارات كانت فكرة سعودية، فكرة يعني، وأول بطولة لكأس القارات أقيمت في السعودية عندنا هنا، المعلومية إذا ما كنت تدري. اللاعب هذا كان ممتاز جدا، كان يلعب في نادي الشباب ثم انتقل لنادي الاتحاد، جاب معهم الكأسين حقت آسيا هذه اللي هي 2004 و2005، بعدين مستواه هبط بشكل رهيب جدا، قام يتنقل بين الأندية ثم انتهت مسيرته بغموض أعتقد والله أعلم، لكن سبب نزول مستوى أي لاعب في العالم سواء كان مرزوق عتيبي أو أي لاعب ثاني هو عدم الانضباطية في التمرين وفي النوم وفي الأكل ومن ذا الكلام، هذا الشيء اللي تقريبا يفتقدها اللاعب السعودي، العقلية الاحترافية. فأعتقد ممكن مرزوق العتيبي ما كانت عنده ذيك العقلية اللي تسمح له انه يستمر بمستوى عالي لمدة اطول. اللاعب كان خرافي، حاسم، هداف، كان ايضا يملك السرعة، لاعب من مواليد 1975، يعني حتى لو استمر في ممارسة كرة القدم حتى لو كان في عز مستواه ممكن كان ممكن اعتزل على 2012 او 2000، لكن لاعب والله ما انساه.
اللاعب اللي بعده يا جماعة الخير اللي هو اللاعب محمد العنبر، شبيه رونالدينيو. قسم بالله يا شباب انه رونالدينيو اللاعب كان جدا ممتاز، لاعب من مواليد 1985، لو استمر في لعب كرة القدم لكان الان مستمر الان الفترة الحالية. بتصفيات كأس العالم 2006 في مباراة كانت محسومة، واعتقد انه خلاص احنا متأهلين، لعب محمد العنبر وجاب لك كرة رأسية. كان اللاعب يتميز ايضا بالسرعة والقوة الجسمانية والراس، كان عنده راس خرافي، طوله كان 185، كنت اعتقد انه مرة طويل، لكن كان طوله 185 بس. 185 بالنسبة للعيبة السعوديين يعتبر مرة طويل، اعتقد عندنا متوسط الطول في السعودية 173. اللاعب هبط مستواه، قام يتنقل بين الاندية الصغيرة اللي ترك لعب كرة القدم، حتى له صورة كده الولد متنان يعني. ومع الاسف هذا اللاعب برضه كنت حاط امال قوية جدا انه هذا اللاعب يصير شيء خرافي في المستقبل، لكن محمد امين بيحطها لصاحب على جهة اليمين، محاولة بيلعبها عالية وامامية وفي المرمى، جول اللاعب الأخير اللي معنا جماعة الخير، اللاعب أحمد الصويلح، مهاجم نادي الهلال. برضو هذا اللاعب كان شيء جدا ممتاز، كان اللاعب سريع، كان هداف، كان عنده قوة جسمانية مع أنه ما كان عنده طول قامة، لكنه كان جدا لاعب ممتاز وكان له مستقبل جدا باهر لولا الإصابات. اللاعب هذا تعرض لإصابات كثيرة وكان أخو المستشفى، أيضا كان حظه سيء، انتقال ياسر القحطاني من القادسية إلى الهلال، فصار هو احتياط، وهو احتياط كمان كانت جي إصابات وحالة أمه بالبلاء الله. أضف إلى ذلك أن هذا اللاعب جاء عرض من نادي نمساوي، تدرب معهم الرجال على أساس أنه يعني ينتقل معهم أو أنه يأخذونه إعارة، لكن إدارة نادي الهلال اختلفت مع إدارة النادي النمساوي على المبلغ وما راح، قالوا له مدرج، واضطر أن الرجال يرجع للهلال احتياط، حتى يعني لا ترجع للهلال يلعب أساسي، لا احتياط. وجهة نظر يا جماعة الخير أنه الحركة هذه كانت من إدارة نادي الهلال في ذلك الوقت، كانت حركة استقعادية نوعا ما، الرجال بيروح يحترف بر، أعتقد هو اللاعب الوحيد في تلك الفترة اللي كان يلعب فيها راح يحترف برا مع حسين عبد الغني على ما اعتقد، اوكي؟ كان شيء نادر جدا انه اللاعب السعودي يحترف، لكن الان شفنا في 2018 في لعيبه راحوا يلعبون في الانديه، انديه اسبانيا بحكم انه واتوقع انه بسبب تركي آل الشيخ ودافع لهم فلوس، قالوا خذوا لعيبتنا دربوهم ضبطوهم على اساس انهم يكونوا جاهزين لكاس العالم. تمنيت من اداره نادي الهلال انه تخليه يروح، ما يختلفون على المبلغ، خلي الرجال يروح يلعب يكسب خبره يتطور هناك ويجي ويصير يخدم نادي الهلال بعد فتره، اوكي؟ اذا او يخدم المنتخب يخدم الوطن يا اخي. بس ما صار اللي كذا، ورجال رجع وجات إصابة وبدأ وترك كرة القدم. أيضا هذا اللاعب من مواليد 1986، لو استمر في لعب كرة القدم بمستويات عالية وبلا إصابات كان تحصله ممكن يلعب للآن. لكن خلصها يا زعيم، الكرة ملعوبة، مشى السلام، تخلص يا أحمد، تخلص يا أحمد، سقط أحمد والهلال ما يسقط، الله عليك يا زعيم، لما تشوف الهلال. على العموم يا جماعة الخير، هذول اللعيبة في بعض الظروف اللي مرت على هذول اللعيبة أقوى من اللاعب، يعني شيء مقدر للاعب، في بعض اللاعبين يعني من نفسهم هم إهمال من نفسهم يعني. عموما يا جماعة الخير، سواء تتفقون معي في هذا القائمة أو ما تتفقون، أو عندكم لاعبين برضو اذكرهم لي تحت في التعليقات، لاعبين يعني كانوا كويسين لكن صارت لهم ظروف ومن ذا الكلام وما استمروا في تقديم مستويات عالية فاضطروا انهم يتركون كرة القدم. أتمنى يا جماعة الخير انكم استمتعتوا بالمقطع، يا زر اللايك، تابعوني حساباتي تحت، اشترك اذا ما كنت مشترك في القناة، نراكم على خير. Yeah.